السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ومرحبا بكم في قناة من حقي أتعلم مع بسيوني. اللي يعني بإذن الله، أولا نبدأ دائما بقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والتعليم اطلبوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم من المهد إلى اللحم، فالتعليم ليس مرتبطا بسن، سواء صغير أم كبير، صغير أم كبير بفضل الله سبحانه وتعالى سوف تتعلم. وأتمنى من الله أن أكون سبب في تعليمك بإذن الله، سواء أنت مصري أو من خارج مصر، كلكم على رأسي من فوق إن شاء الله. تواصلوا معنا بإذن الله على الواتس، على اليوتيوب، على أي شيء، أي وأي مشكلة عندك تقابلك كلمني، قبلك كلمني مباشرة، وأنا تحت أمركم وإذنكم. وشكرا جزيلا، مع تحيات قناة من حقي أتعلم مع بسيوني. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. أخذنا في الحلقة السابقة كلمات بها مد بالألف مع لام شمسية ولام قمرية. الكثير منا حقيقة قرأ قراءة جميلة جدا، صحيحة وسريعة، والبعض منا للأسف قرأ قراءة بطيئة جدا جدا، والبعض أخطأ في القراءة أيضا. اللي أخطأ في القراءة أولا لم يفرق بين الكلمة اللي بها لام شمسية والكلمة اللي بها لام قمرية، كأنه كان قاعد معانا وبيسمع حاجة تانية خالص. واللي قرأ قراءة صحيحة وبطيء، حضرته قرأ مرة أو اتنين وخلاص على كده وشكرا، ولا كتب إلا مرة واحدة. هي كده، ما تجيش إلا كده. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان سعادتك إن أنت إيه؟ تعيد مرة واثنان وثلاثة وأربعة، وتكتب مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وقلنا من قبل احذف حرف وحط حرف مكانه واقرأ الكلمة هتلاقيها مختلفة، اقرأ كمان يبقى عندك كم من المعلومات. لو ركنت، معذرة مع احترامي للجميع، لو أنا ركنت على والدتي ما كنتش عرفت أمشي، كنت فضلت أحبو على الأرض خلاص. لو ركنت ان دايما والدتي تشيلني وتحملني، او والدي يشيلني ويحملني، شكرا مش هقف على رجلي. هي كده. فانت لما تحط في دماغك ان المعلم هيعلمك بنسبة 100% لوحده، يبقى انت غلطان. عندنا مثلا في مصر يقول لك ايه؟ الأف أم واتنين بيشيلوها اتنين. لازم اتنين يشيلوا قصاد بعض. لازم انا سعادتك اديك المعلومه وحضرتك تكرر المعلومه مره واثنين وثلاثه وعشرين مره لغايه ما تقرا زي المعلم. زي المعلم بالظبط، ما تقلش عنه اي حاجه خالص. كده يبقى انت وصلت. غير كده يبقى التقصير من عندك انت، لان انا اديتك المعلومه، وجهتك للطريق الصحيح. على بركه الله نبدا وناخذ كلمات. اكتب لي بقى الكلمات دي عشان احنا محتاجين ناخذ املاء اليوم، بس ناخد بعض الكلمات كده. افتح كراستك والكلمات دي في صفحة لوحدها خالص، ما ينفعش تبقى في اي صفحة، في صفحة لوحدها خالص، وما تكتبش معاها اي حاجة تاني ولا تحتها بقى ولا اي حاجة خالص. هتكتب لي بس الحروف دي الأول كده.
حروف الجر ده استاذنا. ايوه حروف الجر دي يا استاذنا. اقفل المايك بتاعك يا استاذ احمد يا فراج لو سمحت عشان الكل شاهد الشاشه. هناخد اول حرف مع مد الالف. افتح المايك يا سيدي يا جماعة. اقفل المايك يا استاذه مها لو سمحت. استاذه خلاص مها يعني صبري، الشاشة ظلمة يا استاذ. استاذه مها صبري اقفل المايك لو سمحتي يا جماعه. ما تفتحوش المايك، انت بتفتح المايك ليه؟ ما انا ما سالتكش في حاجه اصلا.
اكتب عشان هنخلص ونكتب تاني. اخلص معاكو دقيقتين بالكتير يعني، تكون خلصتوا ان شاء الله. أستاذ بسيوني، ايوه نعم نعم الصورة مش واضحة حلو يا أستاذ. طب ما تقفل الكاميرا بتاعتك، المايك بتاعك وانت والصوره تقطع عندك، المايك بتاعك مش ماشي، مفتوح، مش مقفول اصلا. ما هو أنت وأنا فاتحه وقلت لك الصورة. لا عندك مشكله انت، عندك انت بقى مشكله، عندك انت. ماشي يا استاذ. استاذ مش شايفين يا استاذ، مش شايف ليه يا باشا؟ شايفين لو سمحت. طيب ها، مش شايف ليه بقى انت؟ مين اللي مش شايف يا جماعه؟ الكلام واضح ولا مش واضح يا اسيادنا؟ كلنا شايفين يا واضح مستر يا استاذ، استاذ. تمام، يمكن عنده هو. تمام يا استاذ امل، شكرا. فين ميكروفونك يا أستاذة أمل؟ مقفول والله، الأستاذة أمل قفلت الميكروفون بتاعها. ايوه جاي. عارف تقريبا. لا لسه. المفروض ان احنا كده كلنا خلصنا. نكمل باقي الكلمات، نمسح ونكمل باقي الكلمات. اللي ما خلصش يقول لي انا ما خلصتش وانا واقف في المكان الفلاني. تمام، سلام عليكم استاذ. اخر يلا سطر شكرا. بس اخر سطر ما تمسحوه. اخر سطر ماشي، هسيب السطر الاخير واللي قبل الاخير وهمسح الباقي. معلش يا أستاذ، أنا عندي مشكلة في الشبكة ولسه داخلة دلوقتي. طب اعمل ايه يا استاذه؟ يعني المفروض ان انا اعيد لحضرتك الحصه ولا اعمل ايه يا استاذه شروق؟ قولي لي بس. اعتبري إيه نفسك مكاني، اعمل ايه؟ وقولي لي وانا اعمل. ما تعملش حاجة. هرسل لك الحاجات ديت على الواتس يا استاذه شروق، بس ركزي واكتبي اللي جاي.
اكتب معايا، ما تنتظرش لغايه ما اخلص واقول لك اكتب. لسه
تمام. معاكم كمان دقيقة واحدة بس، المفروض تكونوا كلكم خلصتم بعد الدقيقة دي إن شاء الله. تمام. طيب اللي ما خلصش يقول أنا لسه ما خلصتش، يفتح المايك يقول لسه ما خلصتش. انا لسه ما ما خلصتش مخلصتش الدقيقة. الاسئله. طب يلا يا استاذه شروق ماشي. انا لا، انا بقول اللي خلص ما يتكلم، اللي ما خلصش ولا ما خلصش، فانجزوا شويه. انا ما خلصتش. طب يلا يا جماعه بسرعه عشان نعرف نقراهم، لسه هنقراهم. ما خلصتش. يا اساتذه مش اللي خلص يقول انا خلصت، بقول اللي ما خلصش قدامه كمان دقيقه وبعد كده همسح السبوره. تمام. طبعا كله كتب الاول، وعشان بس تبقى الامور واضحه هرسل لكم، انا هقرا الاول كل اللي كان موجود هذا وذاك اللي احنا مسحناه، الاول هنقرا وبعد كده هنشرح. فانا هقرا الاول ايه، وخليك معايا. من أول حاجة الصفحة الأولى، في لسه ما خدناش مد بالياء بس احنا بنسبق اهو، في اللي جنبها، الكلمة اللي جنبها على طول اللي هي دي، انا بتكلم على السطر الأولاني هو على فكرة. إلى عن على من الباء والكاف واللام، دي اسمها حروف الجار، هنتكلم فيها حالا اهو بقى. اول كلمه كانت مكتوبه عند في هنا، في فيها فيه فينا، كل يحط، بص الكلمه بتاعته يحط صبعه عليها ويقرا معايا بس من غير ما تفتح المايك. في كي، الكاف مكسوره، في كا، الكاف مفتوحه، نفس الحروف، نفس الحفاء وياء وكاف، بس تفرق في كا الكاف مفتوحه، في كي الكاف مكسوره. عشان كده بقول اهتم بالحركات، لازم تعرف الحرف ده عليه حركة ايه. شوف، فيكا وفيكي كلمتين شكل بعض بالظبط، لكن دي كلمة ودي كلمة أخرى خالص. فيكم، فيكما، فيكنا، النون مشددة، فيكنا، فيهما، فيهم، إليها، الصوت اللي بعده، إليه، دي ما فيهاش مد بالياء، إلي الياء نطق طيب، إليها، إليه، إليهما، إليهم أو إليهم، إلينا، إليكما، إليكم، إليكنا، للنساء جمع النساء دي على فكرة، إليك، إليك، عنها، عنه،
عنهما عنهم عنا عنكما عنكم عنكنا عنك عنك. ناخد على باتصالها بالضمير، عليها عليه عليهما عليهم أو عليهم علينا عليكما عليكم عليكنا عليك عليك. دي أول صفحة ومسحناها، الصفحة اللي كانت شغالة حاليا دلوقتي. من بقى؟ منها منه منهما منهم منا، لأن المشددة ايه؟ منكما منكم منكن أيها النساء، منكن منك منك. الباء الكاف هنحذفها لأن الكاف هنتكلم فيها بعدين. الباء بها به بهما بهم بنا بكما بكم بكنا بك بك. اللام لها له لهما لهم لنا لكم. لا معلش مش لكم، لكما لكم لكنا لك لك. هو ايه ده اصلا؟ هو ايه اللي انا قلته ده كله؟ دي حروف الجر، هذه اسمها حروف الجر. دي كلمه يا استاذ. ايوه بنقول عليها حرف من حروف الجر. حروف الجر تاتي في كل قطعه املائيه، هتلاقي في او الى او عن او على كثير جدا، فلازم نحفظهم صم شكلا وقراءة وكتابة. في إلى عن على، هي دي ياء يا أستاذ؟ دي مش ياء، دي مش ياء، دي ما بتنطقش أصلا. إلى على مش علي، لا من والباء واللام نحفظهم صم حفظ وقراءة وكتاب. طيب الوقت هيخلص معانا يا استاذ، واحنا ايه قرانا بس، احنا برضو قراءتنا هتبقى لسه ضعيفه صح. هنشرح الحاجات دي الحصه القادمه ان شاء الله، لان فاضل دقيقه وبعض الثواني البسيط، لكن هقراهم لكم كلهم، مقطع صوتي لكم كلكم، مقطع صوتي وهبعتهم لكم كلهم صوت وصوره. يعني هبعت لكم صور، مصور لكم الحاجات دي عندي اخت من الزملاء اللي معاكم، ها؟ وهعمل مقطع صوتي بالقراءة اللي أنا قلتها دي كلها، وأنت سعادتك تتمعن بقى كده وتسمع، وتسمع مرة واتنين و10 مرات، وتبعت لي بقى سعادتك مقطع صوتي ليهم كلهم بالكتابة. مقطع صوتي بالكتابة، يعني تكتبهم بخط إيد سعادتك وترسل لي مقطع صوتي.
اللي ما يرسلش مقطع صوتي ولا كأني بصيت له. وخد بالك انت عندك حصة بكرة، فشد حيلك معايا الله يخليك. تمام، لم يتبقى الا اقل من دقيقة، هرسل لكم الحاجات دي مقطع صوتي بصوتي يعني، وانت تراجع عليها مرة واثنين وثلاثة وترسلها لي. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.